وانا مع الدخيل. يا نبي دخينت السواد السواد ما صادنا اني معه واني ما معه سنة حانه. اي والله هاي الدنيا انا وصغير بعنفة اي دنيا وانا بنت بوس انا عين العباد زيان حبيب محمد انا بعد نخين انا عين عباد انا في البلد اني ما معه طيف عبد التفة اوف بس اوف يلا الحمد لله أن ناخذنا وين أن نحن ونؤمن اللهم آمين يا رب. والعلي النامي علي النامي يا جيجي ترى مختلف علي كتير الأمور برد بوز بردان تعبان جوعان. ايه والله يا جيجي ايه حوليلي 4 مليون ليرة. ليش 4 مليون؟ ماشي يا جيجي. بدك 10,000 مشان مكياج؟ لا خذي 20,000 مشان مكياج، 30,000 مشان مكياج. ماشي ترى بعطيك نص مليون. باي الو ايه؟ وينك؟ ايه؟ هاي عم نام؟ شو عم نام؟ تركتك قديك المسيطرة؟ سيبك منها يعني دخل على انا وعلي دخل على انا دخل على عمك ونصرنا يعني ايدي بتنانا في واحد في واحد تعبان مرضان مسنون حامل في الثلاثة بالجوعان بده ياكل بس انا طعمين يوم. طعمين يوم وانا وجيب جيل عندي معنيم دقا ما ماي وانا نينو انا مقطوع من الشجرة معنيم مستعد اصيح قدامك طول حياتي خلاص نشتغل انا وانت ندمر الترة الارضية دلو ايه احكي زمتك ايه تعرفني انا زنجيل لفقير فقيم حلو فقيم كثير فقيم مو فوق نديب حط دبح دباني دبح مو ايه وين ابنى منا بالثوانية ماشي ايش بدك الله؟ بدي بس هيك صغنة صغيرة تعطيها قلت له مالك تعطوا قصدي كل شيء له مخابي ما في ادفع مخابي تمن بوز يجي راك عمون يلا كمان بوز عندهم ابصر كثير بدك تضحي من شانه؟ اه بوز اجري اه بوز اجري عندهم تبي على الطاولة بس دلو ماسك خلص ايوه بتضحي كمان شلحني بابوجي ابصر اضرب حالك فيه اه اضرب حالك فيه بس ده بس هي عندهم ايه لغا عنا وعليك عبقنا بدك تشتغل عندي سنة مجانا موافق ماشي يلا وين هذا وين بالصارع والله بالصارع شارع ايه
مع الثالث بيناي. ايوه. ابو الرابع بيناي. تماما. تحت ثاني درجه. ايوه ادري. عند الشباك الاول. عند الشباك الاول. ازرق. اخضر. ايه. احمر. بيطريز. بنفسجي. ادوي. طقي موتي ما راح اجي. اخضر. خرب بيتك بيا خبر اسمع. عم بشوف تفوتك انت مرض انسيت امي. امزح. شو؟ خذ هدول. انا نزلت يا معلم. معلم. بودي انا برجع لك. دلو. ايه. اول شيء ايه روح خلاص ماشي زيد معنا ماشي الو اي والله اي والله الولاد ايش الولد مريض ما في دواء مات الولد سبتها ست برا قلنا ب 10000 اه امسكن انا عندي نفس النفيون اب محمود السوائي يعني المهم انت عامل هذا الستين انا ناخته يا اب محمود بني طلعت عبيد متى اخذ واحد منهم بس حرام انا بكره باتول هو اليوم باتول يوم انا بتروح نو يا انا يا عمي سيتك سبحان الله شو شفت الناد حطه انا نيت افتح وانا ما معي وصوني وانا ما معي وانا ما معي وانا نينو انا سامي صانه الراسي يا انا طخنه يا ختياره هزينة كل الحراره حبيبي اللي بحبه انا نطني بالسياره بيبي الو ايه عليك دلو اسمه حاط له الاكل ايه اكل انا اكلت انت اكلت شو اكلت بس عظيم لا ايش لا كثير ليش ايش في طلع صار ما هو حط عليه تحط عليه ما في متسي انا بقى مثل زد بقى بتضارز عليه ايش هو حطيت هذا ولا انا هلا ايه تحط عليه تحط عليه بس ما بعد عليه ايه لا تاكل عند الله انت مو جيت عند محمود ايه تعال ورجي تقوم من جيبه لا نحن ضحكين عليه تعال تفرج نحن ضحكين عليه ايه. انا نغطت ونغطت شو ضحكين عليه هلا شو شوف الله هي ايه ضحكت عليه هذا هو السي وصاخ سنونك سنونك معنم انا عشان تعرف عشان تعرف انه نحن بعد بتعق علينا ابوس انا يعني انا عندي احساسني سي وصاخ لكن ما انت مالك عندي سي سلام عليك سلام لك شو مالي عندك شي شو يا تان هذا مو درس انت تعلمته؟ ايه والله صح شو اسمعي يا دلو الله يرضى عليك ايه سوى الدرس؟ شو فصلنا لزمان ما عدنا نعرف الزادم الكذاب صح مشان هيك ما تخلي قلبك طيب دايما نتحكم فيك في ناس بحاجة بس هدول اكتر ناس نفسهم عزيزة تحت عرش الله نعم الناس اللي بتتبكبك ايه؟ هدول من محتاج لا تخلي قلبك يروق لهم الله يرضى عليك تمام اوكي انت الله يرضى عليك دراتك روح. روح كفي حياتك في حياتي عيش روح سلام عليكم ماشي سلام الو علي النعمه مرضان حقدوك كرمال الله الفين ما بدو ثلاثه بدو معاه قلنا حنان نبت يا ابو محمود
يا سلامي ما عاد حدا يأمن بحدا. انا هذا طيبة القلب بتلعب دور كبير. لان انا عن ابو طيبة القلب نو نوي نصيمة ام محمود. ما اثق بيه من منا. اثبت اتسعت ايدك شخص اسمه هذا مجنون هذا مسكين امبارحة ابوه وامه توفوا ايه فالصبيحة راح يدفنون طالع بالسيارة ايه وراح يدفن اهله وزلمة متقطع قلبه وصلوا خبر انه البيت تفجر مرته واولاده فيهم انا واسمه جرة الغاز بتفجر ايه والزلمة ما استحمل انشل صار مقعد على الكرسي حسبي الله ونعم الوكيل صار له نزل ورجور ثاني انه في واحد شيء الله لا يوفقه رايح تهربه مكسره من هو واحد كلب ما في قلبه جنس الرحمة ضربه لهالمسكين انا لا اخطه مين هو لازم ناخذ ضاله الله لا يوفقه لازم ناخذ ضاله محمود تقطع قلبي عليه اصطح زينة يا لولو اتبتي بتبتي لو ما حسن اعطيه قطع من قلبي لاعطيه صح اوه مين هالواطي اللي ضربه شو بده يوصل له قلب ما له حق ايش الدرس اللي قلت لي عليه ايش اول درس تاعي سويته عند راس ما استاذ انه قلب طيب ما لازم استوعبته بس يا دلو لا انا جاهز لما قلت لك قلبك طيب لا تستوعب مش تقدر قلبك طيب ليش اجبك انه ما سويت شي دلو لا احنا معنين دلو قال لي يا سوي لا ما انا ما احنا عايز اسوي بتصعب لي اسوي انت عارف مين انت عارف ازيد حدا دلو والله بعرفك قلبك طيب تاع يا دلو انا من عايز احنا بوصه قلت لي قلت انا لوغ في هناك يا دلو معناه انت انا سلام عليكم لا وين ما انا تعرفه